ونقسم لكم بالله، نقسم لكم بالله العلي العظيم، يا لو كان ساعدونا وحلونا الحدود بين مصر وغزة عندنا ما نديره. عندنا ما نديره، وراني تواعدت وتواعدت والجيش راه جاهز، مجرد ما يحلونا الحدود مجرد ما يفتحونا الحدود ويسمحوا للحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل، باش نبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات، نبعث مئات الأطباء ونساعد في إعادة بناء ما دمر من طرف الصهاينة. جزء فلسطين، أنا قلتها فلسطين ماهيش قضية الفلسطينيين، هي قضيتنا احنا.